هذا الموضوع هو اللي مقصح ناس سرابي. ايوه شو قالك؟ انا شيخة كنت غادية مع الميزان جيت نتشقلب ويت الوالية شوية كنت غادي تعرسيها مش البهزية دي ولكن انا غنزير لك مزيان اشنا هي المعلم ايوا هكاك ضربيها كنشد الغرامة وعندي واحد الحفلة مهمة من هنا تلت ايام صافي دابا مزيان حدا راسك ودرت كيما الميزان كيما بغيتي السلام عليكم قال لي جاوبوا لي تيمثل بقيت غير انا مازال ما مثلتش عمري كليت اللحم في حياتي واليوم قررت غادي نجربو لاول مره في حياتي ونشوف الرياكسيون ديالي كيف غادي تكون ها هو الخوت قطعت منه طريف وفري كنت رعد حيت فري عندي فوبيا منه ما تنقدش ناكلو مش بصح انت لا صافي واحد جوج تلاقى عنده فوبيا من اللحم هذا خوت هادشي بزاف دابا زرتو اول مره كنشوف هاد الجوع عنده فوبيا من اللحم نحاول ندخل شويه وصافي ما قديتش المهم بسم الله بسم الله هذا واقيلا كياكل الاعشاب واقيلا كياكل تيبان لي انا نوريكم داكشي اللي رجعت تما الصراحه داكشي كيعيف انا بغيت نعرف الصراحه الا كان شي طبيب كيشوف هذا الفيديو ولا شي حاجه يقول لي زعما شنو هادشي اللي عندي واش زعما فوبيا واش جسمي متيتقبل المغربيه يا الله زوجة من المغرب مروكن وايف يا الله تونسيه لا مصريه اعوذ بالله يمنيه لا سعوديه اعوذ بالله حسبي الله لا لا عراقيه لا سوريه لا سودانية لا قطرية لا إماراتية لا أردنية لا مغربية مغربية السيد آسير دابا يجيبك الله شي مغربية خرج فمك شي بالخضر آسير تعاوك المغربية تسهلات هي هي القياس اللي تعطي الوليده اللي تمد له قياس ذهب وتجيب لاماس كيما نقولوا باغ اكزومبل ب 10 ملايين ولا 12 مليون تقول له روح يا ولدي هاك القياس وروح ودير مشارع في الخارج هو ما داش مشارعنا دار في المشارع حتى يموت في البابور ولا يموت في البحر وكيجي يجي مقتول يجي مقتول باسكو علاه الام تشجع ب على الجزائريين وحق الله العظيم العالم خويا كيدير بحال او ماي جاد واش يا الحبيب ها وعليكم السلام كي بغيت نسولك هذاك الدري الدكالي اللي كي اليوم شنا هو اليوم كيكون معاك يكون هنايا دير الغد بالضبط اليوم الحد اليوم الحد قالوا العاب اللي باكن واحد اللي معاه جابوا الماتريال باش يقطعوا هذاك الشيء باش يخرجوها من تما عبد الله شحال من ساعه وهي واحلة تما مسكين صعيبة الوقت هذا غير صعيبة بالله باش يخرجوا من تما خاصهم ما هي وما لونوها مال هادي السكرانة هادي ولا مالها زعما هاد الكمية كلها بغات تدخل من التقيبة هادي من هنا مايمكنش كيف يدير ليها هو قداش بهاديك اللعبة قداش كيف يدير تي يدخل من تما فهمتش كي دار ليها خويا لا ما تحمقنيش
مصطفى الله كي دار ليها؟ شو قداش اش هذيك قداش اصاحبي؟ والله ما عرفت كي دار ليها وحق الله ما عرفتش اخويا والله ما عرفت بالله. حق الله العظيم من شحال من مرة تتوقع لي هاد القضية هادي، والخصوص ملي ما تيكونش عندي لاسونس تنكون بالموطور تيوقف عليا شي بوليسي ولا تنوقف سطوب تيولي قلبي تيضرب تنقول ليه متهيريش على الدور الحمر تاع الدور الخضر. هذا انا جوج وحدة ثلاثة إلا عندك الأوراق راه جيبها ما كاين مشكل، هي ما عندك الأوراق. جاوبها بونو في ميساج بغيت حماك مسكين. شكون اللي بحال هذا دابا هي ملي جاوبها بونو؟ بحكي لي سوري كتكوت باردة باردة ما تهمش السيد راه مجوج معلاش الشيطان معلاش الشيطان معلاش الشيطان رجعوا لها رجعوا لها راه السيد راه مجوج بولادو هادو ما بقاو تيستي ولا اللي مجوج ولا اللي ما مجوج والو. انا حاس بان المرأة ديال بونو هي اللي جاوبتها شي شي بان لي انا ما بونو ما يمكنش يجاوبها. زيد معايا جبت كل واحد الحاجه كنت باغي ديرها في دبي ياك وما صدقاتش لي الجبال هادو غير ديال ماذا يجري هنا؟ الإضرابات تخرج على السيطرة، التلاميذ ينتقدون الأساتذة والحراس. ماذا تريدون؟ أريد أن لا أقرأ هذا العام. كلنا ضد النظام، كلنا ضد هذه النتائج، لا أريد أن تخرج لأنني سوف أجلب سيتا. السلام عليكم. السلام عليكم. انا ما تسوق لي حتى صاحبي. السلام عليكم. السلام عليكم. انت واحد مزافي شوف انت. ثلاثة دابا اللي كيقول لهم السلام عليكم انت واحد صامت عليهم شوف. السلام عليكم. واخا شنو هادشي هذا؟ ايموشنال صاحبي كاع اللي جات تقول لي السلام عليكم انت واحد ما جاوبو. يلا شد شد عمتي مدح مدح مزح عليك عمك وشحال ديال الله نطيب نجي نفرد عمك عيد ونسى مقدر بيضا في عين تم نومسكي بقي بقي فيه شو بقي فيه شو مش بس منك الله هرب السيد نارو ويخرج شي واحد ويحصلو بحال هكا مشى يقول له بغيت تسرق الدري ما كاينش المزاح بيتزا بيتزا باللوبيا بيتزا باللوبيا احنا راه ما بقيناش باغيين البطاطا وما بقيناش باغيين المطيشه وما بقيناش باغيين البصله الله يكثر الخير في البقوله الله يكثر الخير في سيدي ربي اللي روانا وها البقوله ها هي خضراء هي طايبه ها يقول عليها الكلاب ويقول عليها بنادم هاي just follow the cut that's all you gotta do هاي بوم really that's it yeah mine oh that's dope but hey look you could have won an engagement ring and a passcode to my phone oh